بسم الله الرحمن الرحيم إلى شعب البحرين الكرام الكرام وإلى أصحاب الضمائر الحية في جميع دول العالم. نحن هنا من نهرسج الجو في أسبوعنا الثاني على إضراب العز، إضراب لرفع المعاناة عن المعزولين والمحرومين من أبسط الحقوق الإنسانية. نؤكد على أن مواصلتنا في الإضراب عن الطعام حتى تحقيق المطالب العادلة والبسيطة، ونناشد المنظمات الحقوقية التضامن معنا ونشر معاناتنا على أوسع نطاق، ومنها 1 تكديس أكثر من 16 معتقل في غرفة تتسع إلى 8 أشخاص فقط، 2 منعنا من لمس وحمل أطفالنا من خلال السماح لنا بزيارات أهلنا وأطفالنا من خلف حاجز زجاجي فقط، وغيرها الكثير من المضايقات. 3 تضييق علينا في إقامة شعائر الدينية. ختاما نشكر كل من تضامن معنا والسلام.